الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك عن ارتفاع أسعار السمك في السوق المحلي العراقي في أول أيام العيد، وقال رئيس الجمعية إياد الطالبي إن إنتاج العراق من الأسماك وصل خلال المرحلة الماضية إلى 1 مليون طن، وأصبح هناك عرض كبير، ولهذا حصل انخفاض في أسعار الأسماك في السوق المحلية حتى وصل سعر الكيلو إلى 4000 دينار. وحذر رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك من استمرار إغلاق المزارع، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار بيع السمك في السوق المحلي بشكل متزايد، فاليوم وصل سعر الكيلو إلى 10000 دينار، والارتفاع سيكون مستمراً. استحوذت دول الخليج العربي على أفضل خطوط طيران في الشرق الأوسط خلال عام 2023، إلا أن خطوط طيران العراق لم تكن ضمن هذه المجموعة حسب تصنيف شركة تراكس المخصصة بتصنيف خطوط الطيران. وقالت شركة سكاي تراكس إن شركة الخطوط الجوية القطرية حصلت على المركز الأول بأفضل خطوط طيران في الشرق الأوسط، تليها طيران الإمارات ثانياً، ومن ثم جاء طيران الاتحاد التابع للإمارات ثالثاً، وجاءت الخطوط الجوية السعودية رابعاً، ومن ثم جاء الطيران العماني خامساً، وجاء الطيران الخليجي البحريني سادساً، ومن ثم الخطوط الجوية الكويتية سابعاً. حل العراقيون بالمرتبة الثالثة في شراء الشقق السكنية في تركيا بعد الروس والإيرانيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وذكرت هيئة الإحصاء التركية في بيان لها أن الروس تصدروا قائمة الأجانب الأكثر شراء للمساكن في تركيا بما مجموعه 5723 شقة، بزيادة قدرها 44% عن ذات الفترة من العام الماضي. وأشارت هيئة الإحصاء التركية في بيانها إلى أن إيران احتلت المرتبة الثانية ب2324 مسكن، يليها العراق بعدد 2324 مسكنا، وجاء الأوكرانيون في المرتبة الرابعة ب770 شقة سكنية. أعلنت إدارات معلومة الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 35 مليون برميل خلال الربع الأول من عام 2023. وقالت الإدارة أن صادرات العراق من النفط الخام ومنتجاته إلى أمريكا خلال الربع الأول من العام الحالي وابتداء من شهر كانون الثاني وشباط وأذار بلغت 35 مليون برميل، مرتفعة بنسبة 40% عن نفس الفترة من عام 2022، والتي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه 20,999,000 برميل، ومرتفعة بنسبة 69% عن نفس الفترة من عام 2021 التي بلغت الصادرات النفطية فيها لأمريكا 10,868,000 برميل. ارتفعت أسعار النفط وسط قلق في الأسواق من شح المعروض في الولايات المتحدة بعد أن أظهرت بيانات تراجع أكبر من المتوقع في مخزوناتها من النفط الخام والبنزين. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4% لتصل إلى 72 دولاراً و58 سنتاً للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3% لتصل إلى 67 دولاراً و94 سنتاً للبرميل. وأفادت مصائر بالسوق نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأمريكي بتراجع مخزونات الخام بنحو 2,400,000 برميل في الأسبوع المنتهي في 23 من شهر حزيران، وكان المحللون يتوقعون تراجعاً بنسبة 1,760,000 برميل. وقبل الختام، إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز، وكل عام وأنتم بخير.